يا استاذ انا مالي عارفه منين بدي ابدا. ابدا من وين ما بدك. شوف استاذ، لا تاخذني على الحكي اللي بدي اقوله، بس من غيرتي عليك ومحبتي لك لازم. يغادرنا ابو شريف بتجاعيده التي زينت مشاهد الدراما السوريه. هذا الموت الذي يخطف نجومنا اصبح مخيفا، فضوءهم الذي انار ذاكرتنا لا يستحق ان يطفأ فجأة، وصوت مثل صوت بسام لطفي الذي تجاوز 30 عاما عبر الإذاعات لا يمكن له أن يموت في آذاننا. أسبوع مرير كهذا سوف يبقى موجعا لمحبي الدراما وروادها. ولد بسام لطفي سليمان أبو غزالة في مدينة طول كرم الفلسطينية بالضفة الغربية بتاريخ 1 يناير 1940، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدارس مدينته، حيث درس في المدرسة الفاضلية التاريخية بالمدينة. وكان والده لطفي أبو غزالة يعمل معلما في مدارس المدينة. وعند وقوع حرب 48 اتجه مع عائلته إلى دمشق ليبدأ نشاطه الفني والمسرحي في دمشق عام 1957. المهنة حب وقدمت فيها يعني مثل ما بقول صحته الواحد وجهده. ومع فيض أعماله التي حجزت لها مساحة واسعة في الذاكرة ومساحة أكبر في تأسيس الفن بسوريا، لقب بعميد الدراما السورية. وهذا اللقب الذي رافقه حتى مماته كان بالنسبة لنا ثباتا لأعمدة الفن. ليرحل عنا يوم الجمعة صباح 19 أغسطس 2022 ويروى الثرى في دمشق. معنى وصيته كانت أن يدفن في مدينته طول كرم، لكن استحالة الأمر جعله قريبا منا وسط الياسمين، وكأن أرض مدينته امتدت وعانقت دمشق لتضم رفاته المهيب. تاريخه الفائض بالأعمال المحببة لنا، والتي إذا ذكرناها بقينا أياما ونحن نحرك أصابعنا لعدها، يجعل موت أبو شريف جسدا فقط، فظله ما زال واقفا على خشبة مسرح الحمراء ليكرم من جديد، وحبال صوته بقيت معانقة الإذاعات ليتابع مسرحية الطريق نحو السماء.